على بعد 40 كيلومتراً غربي تبليسي تقع منطقة ديدغوري، والتي يستغرق الوصول إليها بالسيارة 58 كيلومتراً من تبليسي نظراً لعدم وجود طريق مباشر يصل بين المنطقتين. تتمتع ديدغوري بأهمية كبيرة لدى الجورجيين، حيث شهدت الحدث الأهم في حياة الشعب الجورجي والذي قلب موازين القوى آنذاك عندما وقعت معركة ديدغوري الشهيرة. جرت معركة ديدغوري بين جيوش مملكة جورجيا من جهة بقيادة الملك دافيد الرابع، وبين جيش الدولة السلجوقية بقيادة القائد الغازي، وذلك في 12 من أغسطس من العام 1121. وقد تكبد الجيش السلجوقي في ديدغوري هزيمة كبيرة بسبب التكتيكات العسكرية الفعالة للجيش الجورجي بقيادة الملك دافيد الرابع بحسب ما تذكر المصادر التاريخية. وقد أدى هذا الفوز إلى استعادة الجورجيين لتبليسي عام 1122، ومن ثم نقل الملك دافيد الرابع العاصمة من كوتايسي إلى تبليسي بعد استعادتها. واعتبر انتصار الجورجيين في ديدغوري بداية العصر الذهبي للمملكة الجورجية في العصور الوسطى، وبروزها كقوة عسكرية لا يستهان بها في نهاية القرن 11 والقرن 12. من هنا بداية النصب التذكاري الخاص بهذه المعركة في منطقة ديدغوري، مروراً بهذه الأعمدة وصولاً إلى النصب في الأعلى. شوف الصرح قداش كبير، محاط هذا الصرح بمجموعة من السيوف المغروسة في الأرض على شكل صلبان، وبيقولوا أهالي المنطقة إنه كل سيف من هذه السيوف بتدل على 1000 مقاتل من الجيش الجورجي. وما يزال الجورجيون يحتفلون بهذا اليوم من كل عام كمناسبة وطنية للشعب الجورجي، ويدعون هذا اليوم بديدغوريبا. وما تزال هذه المعركة في أذهان الجورجيين توصف بالنصر المعجزة. وهان بنلاقي مقولة منقوشة على هذا الحديد للملك دافيد الرابع حول هذا الانتصار، مؤرخة بتاريخ المعركة الشهيرة وبمكانها بالأحرف الجورجية. يذكر أن جورجيا خضعت للدولة السلجوقية منذ منتصف القرن العاشر ميلادي تقريباً، وقد قاد ملكها دافيد الرابع سلسلة حروب ضد السلاجقة في عدة مناطق من جورجيا، كان تتويجها بالنصر في ديدغوري. وفي حين تذكر المصادر العربية أن تلك المعركة كانت مروعة للغاية ذهب ضحيتها الكثير من المسلمين من الجيش السلجوقي، نجد أن المصادر الجورجية تمجد هذه المعركة لما نتج عنها من تحرير أراضي جورجيا من سيطرة جيش المسلمين السلجوق. ختاماً لابد أن نشير إلى أن أولى حملات المسلمين لفتح جورجيا كانت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتوالى على حكمها المسلمون والمسيحيون عبر التاريخ في معارك ضارية امتدت مئات السنين. واليوم تعرف جورجيا بأنها دولة ديمقراطية يحكمها القانون، غالبية شعبها من المسيحيين الأرثوذكس بنسبة 83%، بينما يشكل المسلمون الجورجيون نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% حسب تباين المصادر الرسمية والشعبية.